حبي وتحياتي لأهلنا في تونس ونحن نحبكم برشا. اسمع لهنية وقلنا تونسي لهنية يخدم في المطعم السوري. مرحبا بك خويا عسلامة. عسلامة الله يسلم. نسمع دلاج عرفكم ديريكت تونسيين. هذه يقول لكم راهم تونس شوية ومش برشا أما موجودين في العالم الكل. عمي أبشتوكات أنا والله بيبا. تعرف اني كل ما اشوفها بتلقى صوره بالقران الكريم المنافقون الله يبعدون عنا ولا يزعلنا منهم يخرب بيت سدها. الله الله يا بابا واسلام عليك يا بابا. كيف باش نعيش الجو السوري نلقى الجو السوري والجو التونسي. هاي السلام عليكم. مازلنا اخويا في اسطنبول هكا هو توا وقت التمتع باسطنبول. اليوم باش نوريكم لهنا كيفاش من اسطنبول تسافر لسوريا وانت مازلت في اسطنبول. هو مطعم سوري مشهور لهنا في اسطنبول. كي تدخل المطعم هذا بالحق كأنك دخلت سوريا، يعني الأجواء كل شيء باب الحارة. ريت بالحق عشت التجربة تاع مسلسل باب الحارة. باش تضحكوا معايا السيدي هذا هو المطعم معايا اليوم درصاف. سالو سالو. هي اقترحت علي نجي المطعم هذا باش نعيش التجربة باش نعيشوها مع بعضنا. لأن كيما تشوفوا هذا المطعم مالك مالك يا لهوي. شوف النافورة اللي ورايا سيدي والأجواء هاي الطاولة وتقع تشوف لهنية فما سيدي. شوف ما شاء الله. السلام عليكم. تقي 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 سنة 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 يا الله يخرب باش شنتك مأمل وبشفش. روح إلهي إلهي تفوت ناموشة بأنفك وناموشة بإذنك وناموشة بتم. تعرف أني كل ما أشوفها بتلقى صورة بالقرآن الكريم. سبحان الله تقول كأنه أهلك مشمين اسمك على اسمه. الله يجزيك الخير. بس شو يا سوري المنافقون الله يسامحك. الله يبعدون عنا ولا يزعلنا منه يخرب بيت سدها. شفتوا معناتها محضرين الأجواء كل بتاع باب الحارة. هم ممثلين كما نقولوا يعمل في أنيماسيون ولا في المطعم يعيشوك بالحق تجربة مثالية كأنك مشيت بالحق لسوريا. سيدي دخلنا حاطين الكبوت نتاعنا وعندهم بيت لهنا اسمه بيت المونة. وين تدخل هنا تلقى كما نقولوا المنتوجات نتاع سوريا كلها هنا التقليديه نتاعهم. المخلل معروفين هم السوريين بالمخلل والزيتون والفازات الكل. تخرج منها تلقى روحك رجعت للمطعم مره اخرى. عائلات جو عائلي لهنا معناتها حاجه مزيانه على الاخر. تو باش نطلبوا الماكله. فما برشا ماكلات معروفه لهنا باش نشوفوا حاجه بالرسمي سوريه 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 سوريه. لي سيرفور زاده اهلا وسهلا باللباس التقليدي يا خويا. نورتوا. السوق تبع شو؟ السوق تبع الخروف راس الخروف. اهلا وسهلا نورتوا تركتونا. جابونا هاي الشربه ذي اول شربه جابوها لنا. تقعد ديريكت يجيب لك الشربه ذي شربه نتاع علوش نتاع الخم علوش مقبلات هذه من المقبلات. هاي خويا نسمع لهنا وقلنا تونسي لهنا يخدم في المطعم السوري. مرحبا بك خويا عسلامة. عسلامة الله يسلمكم. تونسي ذياب الطيب من مسير. نخدم مطعم البيت دمشقي للشيف ابو عمر ومطعم كبير ياسر مشهور في اسطنبول والحمد لله. مرحبا بكم ان شاء الله ناس كلها. هاي خويا ربي عينك معرفة طيبة لقيناه بالصدفة الحقيقة يخدم على روحه. ربي عينكم شو الاجواء لهنا. الحمد لله الحمد لله. والله نسمعت اللهجة عرفتكم ديريكت تونسيين. ربي الله يخليكم. والله يعني دخلت لهم الخبز نتاعهم العربي. هما اول ما كانوا هنا يخدموا في الخبز السوري العادي كبير. عملت لهم الخبز العربي هذايا هيك نتاعهم هما والحمد لله حبوه الناس وعجبوه وما شاء الله ما شاء الله. هذه يقول لكم راهم تونس شويه ومش برشا اما موجودين في العالم الكل. 12 مليون قهوه موجودين الحمد لله ويشتغلوا ما شاء الله مع اخوانا السوريين موجودين. اخويا وربي يعينكم وربي يوفقكم. باش تنصحنا ناكلوا لهنا اخويا نحبوا تمخميخ احنا تونس. اعطينا حاجه تمشي معنا احنا تونس. عندهم معنا يا سيدي اللحم العلوش والكتف اللحم العلوش روعه اللحم يذوب جبل. وعندهم رقبه العلوش وعندهم الرز المندي وعندهم الرز الابيض وعندهم لا اله الا الله محمد رسول الله. الموزات اظني هما الخبز نتاع العلوش من اللوطه فهمت شو. وعندهم الرز الاردني الاصفر هذا يتعمل بالجبن زاده. ضيعتنا توا اخويا باش نختار انا اخويا. خذوا اللحم معناتها في الكوشه عم كتف كتف والا رقبه كتف ولا رقبه مع شويه رز هكا مع رز مندي. بيه سيدي اول ما قعدنا جابونا الشوربه ذي نتاع العلوش شوربه ومعاه شوية مخللات ما تعرف مخللات سورية فلفل اخويا احنا شيخو عارف المالح
البحار. سلنا جانا سيرفور وطلبنا، حبينا نعرف واحنا لحم الكتف، لحم الكتف تقريبا 1500 تركش ليره، اما برشا معناتها يكفي يمكن 3 من الناس 4 من الناس. دونك اقترح علينا مش يجيب لنا كل مسمى، هما موزة تشوفها بعد لحمة ومعها شوية روز، الروز المندي. أما الحقيقة فسر كل شيء، يقول لك برشا عليك مش برشا، معناتها حتى في السيرفيس لهنا طيارة طيارة على برشا يمدل، برشا برشا حبك على قلبي تسلل، برشا 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 امدلل، برشا برشا حبك على قلبي تسلل، برشا برشا من عيني لو ردت تروح، جسمي وروحي لك عطشة، أنا حب فيك لك برشا. كيف باش نعيش الجو السوري؟ نلقى الجو السوري والجو التونسي، أنا جو التونسي ما حشتوش. هون عندنا بالمطعم تلاقي الجو التونسي والجو السوري والجو الفلسطيني، يعني يعطيكم الصحة خويا، والله يفرحونا والله يفرحوا بينا. هاك تشوف حافظ غنيات أكثر مني، صدقني أنا ناسيهم الكلمات. عمي أبشتوقات، ألا والله بيبا. طبعاً أهدي حبي تحياتي لأهلنا في تونس، ونحن نحبكم برشا، فنحب نقول لكم الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا، الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا، سيدي منصور يا بابا ونجيت نزور يا بابا، سيدي منصور يا بابا ونجيت نزور يا بابا، أشهد بالله يا بابا ما عشت سوا يا بابا، جرح الحبيب يا بابا وعليش صعيب، سيدي وسيدي سيدي وسيدي، ودمع بإيدي ودمع بإيدي، الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا، الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا، سيدي منصور يا بابا ونجيت نزور يا بابا. تحياتي لأهل تونس الحبيب، كل الحب كل الحب. خرجنا من المطعم وتجربة اكسيبسيونيل اكسيبسيونيل اكسيبسيونيل، معناتها ثم جو تونسي، انا في بالي مش نعيش التجربة السورية يا اخي، يزيد عشت جو تونسي. يعطيه الصحة ذاك النمس اللي مثل في دور النمس في باب الحارة، فرح بينا غنينا الاغنيات الكل، الماكلة من ابن الروز اللي كليته في حياتي، واللحم زادة بنين وخفيف زادة، والصوم مش نقولكم الصوم قديش دفعنا في الاخر لزوز من الناس، يعني صوم طيارة طيارة مقارنة بالسيرفيس. الماكلة الروز هذاك ملون ديجا مظهر مزيان، الطبق مزيان، اللحم بنين وطري زادة، اخويا 10 على 10 المطعم هذايا. وفيه التونسي شد لهم معناتها الخبز، تصور انت التونسي غادي معناتها قاع حرفي اللي شد يعمل في الخبز السوري، يعني حاجة طيارة على الاخر. دفعنا 1200 تركش ليرة لزوز من الناس، يعني الروز هذاك كل واللحم، الرز هذاك كل باللحم وطبق نتاع السلطه هذيك الفتوشه، فتوشه زاده بنين زاده على الاخر، الكل هذاك الكل ب 1200 تركش ليره. بجنب المطعم السوري اللي كنا فيه موجود واحد من اشهر الجوامع الموجوده هنا في اسطنبول اللي هو الجامع الفاتح، يعني تنجم تستغل الفرصه كي تجيو للمطعم هذايا، تقريبا 4 دقائق مشي تجيو تطلوا زاده على الجامع هذايا وتستمتعوا، يعني بالحق لهنا الجوامع في تركيا حاجة وراء الخيال بخلاف الجوامع الأخرين الموجودين في وسط البلاد. فما زادة جوامع تاريخية زادة جيت طلع لها، اللي مهتم بزراعة الشعر يلقى الأرقام والكونتاكت الكل في أول كومنتارات، يطلب جماعة على جونس توينسا. إن شاء الله الفيديو يكون عجبكم، تقبلوا في فيديو آخر إن شاء الله.